خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن كابتن نهلة ونرجع نكمل مع حضراتكم ولا فاصل؟ طيب نروح نشوف ماذا قال جمهور النادي الأهلي عن كابتن نهلة وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مفاجآتنا لكابتن نهلة، ولكن بعد ما نشوف رأي حضراتكم في نهلة إيه؟ طبعا كابتن نهلة من العناصر الأساسية اللي كانت موجودة في النادي من فترة كبيرة جدا، وطبعا احنا بنشكرها على الفترة اللي قدمتها، لان طبعا هي تعتزل وتعتزل ومعاها رصيد كبير جدا من البطولات اللي احنا بنشكرها عليها، ونتمنى لها التوفيق في الجاي ان شاء الله، وربنا يوفقها باذن الله. اقول لها ربنا يوفقك، واتمنى ان شاء الله الايام الجاية تبقي تدربي في الاهلي وفي منتخب مصر. احب اقول لها مبروك يا كابتن نهلة، وعايزين ان شاء الله نشوفك في النادي الاهلي دايما، وانت قدوه يعني للبنات، وربنا يوفقك ان شاء الله. اقول لها كابتن نهلة طبعا اللي حضرتك عملتيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لينا كاعضاء في النادي الاهلي يعتبر تاريخ وفخر لكل واحد مننا. طبعا حضرتك النهارده هتقومي في مرحله تانية من حياتك، نتمنى وجودك معنا في النادي، ونتمنى لك النجاح في كل حاجة سواء كانت شخصية أو إذا كان مهنية في الرياضة بعد كده. شكرا جدا للفترة اللي انت هنا قضيتيها في النادي، وشكرا لإنجازاتك، وأتمنى لك الخير في أي حاجة انت عايزاها في حياتك. إن هي كانت قدوة لينا وإحنا سعداء بيها، ونتمنى لها الخير في بقية حياتها. والله أتمنى لكابتن نهلة التوفيق في اللي جاي إن شاء الله، وربنا يوفقها في اللي جاي وعلى كل اللي قدمته للنادي الأهلي وكده.